conditioning into the tank, whatever. So, حاليا في نصر رياضي مصري كبير للرياضة المصرية وبصفة خاصة الاسكواش المصري لنجاحه في تحقيق أخذ حق مصر في إقامة بطولة العالم للناشئين للفردي وبطولة العالم للناشئات للفردي والفرق بمصر يوليو 2015. الاتحاد الدولي للسكواش بعت وفد رسمي من الاتحاد الدولي لمعاينة المواقع المقترح إقامة البطولة عليها في القاهرة وفي شرم الشيخ. ودي كان دي احنا دلوقتي في اول جوله مع الوفد الاتحاد الدولي للسكواش. طبعا كالاتحاد الدولي لازم يجي يشوف الاماكن اللي احنا بنقترح لاقامه البطوله ويعين. هم لهم اشتراطات معينه بيحاولوا يعني اذا كانت بتنطبق على البطوله بيوافقوا، يعني هم وافقوا من حيث المبدا. بيعمل الزياره دي اسمها الزياره التفتيشيه او الانسبكشن فيزيت، اللي هي بيشوف اذا كان مطابقه المكان على الشروط بتاعته بيبقى خلاص الموضوع انتهى. I'm here to visit different venues to see which ones that are going to be holding the junior women's team championships. هو بيزور مصر عشان يعاين الأندية أو ملاعب الاسكواش ويشوف أنه هو ملعب مناسب لإقامة البطولة.